اللي بغيت نوضح للناس هو انه هذيك السيده هذوك التصاريح اللي خرجت بهم هما راه تصاريح كاذبه، حيت انه هذيك السيده عمرها ما تعرضت لشي تعنيف من الجانب ديالي انايا او من الجانب ديال المقربين ديالي. فيما يخص مساله نتاع الطلاق اللي كان بيني وبينها كان طلاق اتفاقي سنه 2016، طلاق اتفاقي مقابل واحد المبلغ مالي اللي خداته ديالها هي كمستحقات نتاعها وتسلمتهم، وعلاقتي بها انتهت في هذيك الوقيته ديال الطلاق، بمعنى السيده ما بقاش عندي بها شي علاقه لا من قريب ولا من بعيد. المساله اللي بقات بيني وبينها بقات مساله ديال البنت اللي هي ديما كتقول لك بنتي 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 بنتي، البنت بقات مساله بين نتاعت القضاء. انا سبق لي طلبت الحضانه نتاعت البنت باش تسلمها ليا ابتداء من التاريخ فاش هي خرجت لهذاك الميدان غتخدم فيه ولحد